يقول السائل: بنيت مدرسة على مقبرة قديمة جدا، فهل هذا جائز؟ لا يجوز امتهان القبور والبناء عليها والتطرق فوقها والجلوس عليها، لأن لها حرمة. لا يجوز أن تمتهن مقابر المسلمين ويجلس عليها ويداس عليها ويبنى عليها مساكن أو مدارس، وأشد من ذلك يبنى عليها مساجد. كل هذا حرام، لأنه أذية للأموات. نعم، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حياً.